الآن يقول في إنجيل معلمنا لوقا عن المجوس أنه النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف حيث كان الصبي. فهل يستطيع الإنسان أن يستدل على مكان بيت ماشيا وراء نجم؟ فبأي سرعة كان يسير؟ وكيف استطاعوا أن يجدوا المسقط الرأسي لمكان توقف النجم فوق مساحة بيت كبير أو صغير؟ وهذا النجم يبعد عن الأرض آلاف السنين الضوئية، ومن المعروف أن النجوم في حالة حركة دائمة، ولكن رغم حركتها السريعة تبدو لنا في حالة سكون نظرا لنسبة سرعتها إلى آخر. فكيف تفسر قداستكم لأخر؟ شوف يا حبيبي، هذا الموضوع فسره القديس يوحنا ذهبي الفم في تفسيره للكتاب المقدس، وقال ان النجم ده لم يكن نجما عاديا، لان النجوم العادية تتحرك من الغرب الى الشرق، وده نجم جاي من بلاد المشرق ورايح غربا نحو فلسطين، فالحركة بتاعته ليست مثل حركات النجوم. كما انه كان يقف احيانا ويتحرك احيانا اخرى، وليس هذا من طباع النجوم، من طبيعة النجوم. فهم لما راحوا يقابلوا هيرودس وقف النجم وما دخلش معاهم، وبعدين بعد ما سابوا هيرودس وراه كمان وقف حيث كان الصبي، زي ما قال القديس ان نزل لتحت فوق البيت وشافوه، لان فوق ما تعرفش حاجه. فهو النجم مش نجم طبيعي، لان انت مثلا بتبص كده تلاقي القمر فوقيك، وتسافر بلاد وتلاقي القمر برضو فوقيك، وتركب طيارة وتروح قارة أخرى وتلاقي القمر فوقيك. فمش معقول القمر وهو أكبر من نجم إنه يوريك مكان معين منين ما تمشي أهو فوقيك، لكن مش ممكن يعرفوا به بيت إلا لو كان نزل كده فوق البيت. فالقديس يوحنا ذهبي الفم يقول إن هذا لم يكن نجماً، إنما كان قوة إلهية ظهرت في هيئة نجم وجذبت الناس بهذه التحركات الغريبة عن طبيعة النجوم. فلقوا نجم له لمعان شديد مش زي بقية النجوم، بيتحرك بطريقة غير طبيعة النجوم، بيقف ويمشي غير طبيعة النجوم، بينزل لمكان معين غير طبيعة النجوم، فتبعوه. لكن هو لم يكن نجما طبيعيا. يعني كل اسئلتك يعني لك حق فيها لو كان نجما طبيعيا، لكن هو ما كانش نجم طبيعي، كان قوة إلهية ظهرت في هيئة نجم وجذبت هؤلاء الناس. يعني مش نجم من النجوم اللي نعرفها. واحد بيقول أريد توضيح حول موهبة التكلم بألسنة، وهل من يتكلم بألسنة له مواصفات خاصة؟ وهل كل من يطلب هذه الموهبة يستجيب له الرب؟ وهل هذه الموهبة لها تأثير على الشياطين، أي أنها تحرقها عند التكلم بها؟
الموهبة يعطيها الله لمن يشاء، ويقول الكتاب إن ملكوت الله لا يأتي بمراقبة، ومش أصول واحد يطلب موهبة زي موهبة التكلم بألسنة، لأن البعض بياخدوها للكبرياء الشخصية والشعور بأنه وصل إلى الملء، ملء الروح، وليس لأي فائدة للناس. يعني أنا أفهم مثلا أن واحد يروح يبشر في بلاد ما يعرفش لغتهم، فربنا يديله موهبة ألسنة عشان يعرف يبشر بيها، لكن مش ياخدها كده للتعاجب أو للمظاهر، كلام ملهوش معنى. يعني السيد المسيح نفسه لما كانوا يطلبوا منه معجزة للفرجة كان يرفض، وكان يقول لهم جيل فاسق وشرير لا تعطى له إلا معجزة يونان النبي. لكن واحد له مواصفات خاصة عشان موهبة، ده كلام ملهوش معنى. وإلا بقى لما واحد يقول كده يقول أنا تنطبق علي المواصفات، يعني تؤخذ للمديح وللمجد الباطل. وهل كل من يطلب هذه الموهبة يستجيب له الرب؟ مش أصول الواحد يطلب، دي أول حاجة. تاني حاجة، ربنا يعطي الموهبة لما يجد في فائدة روحية أو رعوية من وراء الموهبة. ولذلك قيل في كورنثوس الأولى 14 اللي هو إصحاح الموهبة، موهبة الألسنة، قال إن الألسنة لغير المؤمنين وليست للمؤمنين. لغير المؤمنين يعني ربنا يديها لتبشير غير المؤمنين لكي يؤمنوا، أما المؤمنين فمش محتاجين لألسنة. كمان لما يكون واحد بيقول عايز ألسنة وكل الموجودين قصاده يعرفوا لغته وهو يعرف لغته، يبقى بقى يعمل بالألسنة ايه؟ كذلك الكتاب المقدس قال برضو في كورنثوس الأولى 14، قال إن لم يوجد مترجم فليصمت في الكنيسة. يعني مفروض يوجد لسان ومعها مترجم عشان الناس يستفيدوا. إذن لابد تكون موهبتين مع بعض، موهبة ألسنة وموهبة ترجمة ألسنة، هما الاثنين مع بعض إذا كانت هناك فائدة رعوية أو تعليمية أو إيمانية من هذه. هل هذه الموهبة لها تأثير على الشياطين؟ ما هو اللي بيتعاجب بالألسنة يبقى الشياطين ابتدوا يشتغلوا معه من الأصل، ما دام بيتعاجب بالألسنة. أي إنها تحرقها عند التكلم بها. ما سمعناش أبدا عن حريق الشياطين في الكتاب المقدس، وخصوصا في العصر الرسولي اللي كان كله يعني مشهور بالتكلم بألسنة لنشر المسيحية. واحد بيقول حدد الله في الإنجيل المقدس الذين لم يدخلوا ملكوت السماوات بحكاية لا كذابين ولا نجسين إلى آخره. هو مش بس دي، وغير المؤمنين والقتلة وحاجات كثيرة. أنت ربما تقصد ما ورد في كورنثوس الأولى إصحاح 6، وأيضا ما ورد في سفر الرؤيا إصحاح 21. عشان تدخل ملكوت السماوات لابد الإيمان أولا، وأيضا الإيمان والمعمودية والتوبة والحياة الصالحة، كل دي مطلوب. هو بيقول بعد كده ما مفهوم النجاسة بالتحديد
في الكتاب المقدس. النجاسة ضد القداسة وضد الطهارة. المعنى الأول والكبير للنجاسة عمليات الزنا، لأن الزنا ضد الطهارة ويعتبر نجاسة. لكن السيد المسيح وسع الموضوع وما قالش مجرد نجاسة الجسد. في مرة من المرات قال وهو بيتكلم على الأكل والشرب والحاجات دي، قال ليس ما يدخل الفم ينجس ما يخرج من الفم، ليس ما يدخل الفم ينجس إنسان بل ما يخرج من الفم ينجس إنسان. يعني حتى الكلام الشرير ينجس الإنسان. فأعطى معنى واسع للنجاسة إنها تشمل الكلام أيضا. أيضا النظرات الشريرة نوع من النجاسة، والحواس الشريرة نوع من النجاسة. فإذا كنت عايز معنى بالتحديد للنجاسة، كل ما هو ضد الطهارة والنقاوة يعتبر نجاسة، سواء كان نجاسة الجسد، نجاسة اللسان، نجاسة الحواس إلى آخره. واحد بيقول إذا كانت أقصى مدة مسموحة للإنسان يبتعد فيها التناول هي 40 يوم، فهل كان الأنبا بولا بيتناول خلال 80 عام؟ لا، حكاية 40 يوم دي مش مظبوطة. يعني لا في آية ولا قانون كنسي ولا حاجة تقول كده. دي حاجة. تاني حاجة، الناس اللي ما عندهمش فرصة يتناولوا غير اللي عندهم فرصة وما بيتناولوش. فالسواح ما عندهمش فرصة يتناولوا، ناس في البرية الجوانية ما بيشوفوش حد غير اللي فيه كنيسة جنبه ويقدر يتناول ومش راضي أو مش قادر نتيجة خطية بتمنعه. فدي غير دي، السواح ما ينطبقش عليهم الكلام ده. لما بيلاقوا أي فرصة بيتناولوا، زي القديسة مريم القبطية لما جات فرصة وشافت القديس زوسيمة قالت له تبقى تجيب لي معاك مناول. فإذا كان عندك فرصة وإنت رافض ده موضوع تاني. السواح ما كانش عندهم فرصة. واحد بيقول ما رأي البابا في إنسان فقير جدا جدا ولكنه ماشي مع ربنا ويرغب في السفر للحصول على الرزق، وهدفه الوحيد من السفر إرضاء أمه وأخواته ورفعهم التعاسة والبؤس؟ ما فيش غلط يا ابني أبدا لما أنت تسافر لكي تسعى إلى الرزق. ربنا يسهل الطريق قدامك. يقول ما رأي البابا في إنسان ضعيف الشخصية ويرجع هذا الضعف إلى الوداعة وعدم جرح شعور الآخرين أو يرجعوا إلى نوع من الطيبة؟ لا، شوف يا حبيبي، الوداعة لا تمنع القوة. السيد المسيح كان وديعا وكان قوي الشخصية، قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، وفي نفس الوقت كان قوي الشخصية جدا. والقوة غير العنف. جايز إنسان يكون قوي قوي في عقله، في حكمته، في تدبيره، في فهمه، في مواقف ياخدها تدل على قوة في الشخصية، لكن القوة مش معناها العنف. جايز يكون قوي ووديعاً.